بونجور لكل ولادنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مصر. كومون سافا؟ إيه الأخبار؟ إن شاء الله أون سو بريبار بور ليكزامان إكسبيريمونتال بروشان. إيه اللي أنا قلته ده؟ أون سو بريبار يعني بنحضر نفسنا بور ليكزامان عشان الامتحان، إكسبيريمونتال يعني التجريبي، البروشان يعني القادم. داكور؟ طبعا لومبلوا دو تون اللي هو الجدول بتاع الامتحان ديجا ديسوندو، نزل اوريدي، وكل الناس عرفت ان عندهم اكزاما يبدا لو 24 ان شاء الله، اللي هو 24 ان شاء الله. طبعا زي ما انتم عارفين ده امتحان تجريبي، يعني الفكره منه ان هو يعرفكم سيستم الامتحانات هتشتغل ازاي على التابلت، وان شاء الله المفروض ان التابلت كلها تكون وصلت واشتغلت على الوحده بتاعت المدرسه، وانتوا تكونوا يعني عملتوا شوية اكسبيريانس شوية تجارب على الموضوع ده عشان الامتحان لما يدخلوا يعني الولاد ويبدأوا يجربوا الاكزامات على التابلات ما يبقاش فيه حاجة جديدة او تخض. طبعا je vous souhaite tous la bonne chance، نتمنى لكم كل التوفيق وربنا يسهل وان شاء الله تتبسطوا من تجربة التابلات. داكور؟ طب qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui؟ هنعمل ايه النهاردة؟ النهاردة احنا جايين بوغ ديسكوتي انسومبل، هنيجي نتناقش سوا حول ايه بقى، حول كلك بوان عامله لكم يعني سنه قلق. يعني انتوا عارفين كلكم ان احنا عندنا صفحه اسمها اصدقاء سر التفوق على الفيسبوك، وعندي كم ولاد حلوين جدا عاملين لنا فولوينج وبيشوفونا وبيتابعونا، وبعتلي لي شويه اسئله، يا مدام قلقانين من كذا، يا مدام بتلخبط من كذا، في كذا مش فاهمه. فانا عملت ريجروبي جمعت الموضوعات دي كلها وهنتناقش معاكم النهارده، علشان بما ان مجموعه قلقانه من البوان دي يبقى اكيد اليونا دي زاتر، هيبقى في ناس تانيه بس ما عرفتش توصل لنا او تتواصل معانا. داكور؟ طيب من اول الحاجات اللي ملخبطاكم كلمه كور وكور، ان كور ولا كور. انا عارفه، برافو عليكم، انا عارفه ان في ناس كتيره جدا 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 عارفين يعني ايه الفرق بين ان كور ولا كور. داكار؟ بس كمان في ناس تكون يعني بعتالي هذا السؤال، فاذا من حق الناس اللي ما تعرفش الشاطرين اللي زيكم يقولوا لاخواتهم يا جماعه الفرق ايه. تمام، يلا هنبدا بان كور ولا كور واشتغلوا معايا. عندي هنا ان كور يعني زي ما انت قلت حالا كده الحصه. طيب انكور حصه، عايزه جمله، هتقولي ايه بقى؟ تمام، هتقولي انا عندي، انا عندي اللي هي طبعا جي ابوستخف. ليه ابوستخف؟ ايوه عشان فيرب افوار هيبقى اي اوله فايل يبقى جي. يا ترى الناس يعني في العادي او في المتوسط عندهم كام حصه في اليوم؟ هنقول دو سيس ا سات، من 6 الى 7. طيب هنمسك ست اللي هو العدد 7، يبقى جي ست كور، عندي 7 حصص. ممكن نحط يوم من ايام الاسبوع، اوعى تنسى الايام، الايام بتسبق بحرف، ايوه التعريف لو، يبقى هقول لو وانزل باسم اليوم. داكار؟ لو كان الحد يبقى لو ديمانش، لو كان التلات تمام يبقى ماردي، طب لو الخميس يبقى لو جودي، برافو عليك. داكا؟ طب لو كان الاربع، ده طويل شويه، لا بس مش صعب صح، يبقى لو مير كرو دي. يبقى انت بتحدد جي ست كور وتحط اليوم اللي انت عندك فيه 7 حصص. داكا؟ طب سي كوا لا كور بقى؟ لا كور هنا ايوه الحوش، الفناء اللي انت بتقضي فيه، برافو عليك، فتره الفسحه اللي هي لا ريكرياسيون. تري بيان. الوغ La cour اللي هو الحوش. ممكن نعمل جملة فيها الحوش؟ عايزة جملة بسيطة، ممكن تقول ايه؟ فاكر احنا اليونيتي دي كانت دايما عاملة يعني سبوت على كاسكيليا دانتون ليسي وكاسكيليا دانتا كلاس، ماذا يوجد في مدرستك، ماذا يوجد في الفصل بتاعك. طب انا ممكن اقول جملة ليه او متصلة بالمدرسة؟ طبعا كل الشاطرين هيقولوا لي ايه؟ دون، برافو، مون ليسي، في مدرستي
إيليا اللي هي يوجد، هابا حوش، اون كور. لو كانت مدرسة كبيرة وعندها أكتر من حوش هتقولي دو كور، صح؟ طب ما تيجي نتكلم ونكتبها. يبقى في مدرستي في اسمها دون، مدرستي خلي بالك مدرستي أنا، مدرستي أنا مذكر، مدرستي أنا تاخد الملكية اللي تخصني. ما هنتكلم النهارده في أدوات الملكية لحسن في ناس كتيرة قوي برضو قلقانة من موضوع الملكيات. يبقى دون مو ليسي اللي هي مدرستي، وما انساش الاو عليها اكسون. في ولاد بعتين لي يقول يا مدام ايه العلامات اللي فوق الحروف دي، ينفع كده؟ بس مش علامات اسمها اكسون. داكور، هقول لك نبذه كده بسيطه بعد ما اخلص ايه الاكسون وايه الفرق. داكور، يبقى دون مون ليسي في مدرستي يوجد اسمها إل يا، وكلمه حوش مؤنثه، فعايز اقول واحده حوش يبقى ان كور، تمام؟ طب لو كان اتنين حوش هعمل ايه بقى؟ ايوه، هكتب العدد دو واقوم حاطه كلمه كور، وهتبقى اخرها ايه بقى؟ ايوه برافو عليك، هتبقى اخرها اس. دي بس الفكره، ان انت ممكن كلمه دو كور عشان اخرها اس تلخبطك بين كلمه حصه وكلمه فناء، ولكن الناس اللي مذاكره وشاطره وبتقدر ان هي تنتج جمله كامله فاهمه هي بتتكلم في ايه، يبقى عارفه لما اقول جي سات كور عندي عدد من الحصص يوم كذا يبقى دي حصه. اما لو قال لي في مدرستي يوجد اتنين كور يبقى اتنين فناء، داكار؟ يبقى هنا الاس علامه الجمع، مش علشان يلخبطك ولا يقول لك في مدرستي في اتنين حصه، مفيش كده، مدرستي في اتنين فناء للفسحه، داكار؟ طيب تعالى، في بقى سؤال تاني جالي كتير قوي قوي قوي، الولاد خايفه من السؤال اللي بيقول لي سكوا او كاسكوسي اللي بيجي لي في السيتواسيون. تعرف ان المواقف هتجي لك طبعا، كل سيتواسيون ا دو بوان، ليها عليها درجتين، صح؟ ومطلوب منك ان حضرتك تقرا كويس قوي الفراس دوني، الجمله اللي هو مديها لك، وعليك ان انت تنتج جمله كومبليت، فراس كومبليت، سوجي فيرب كومبليمون، جمله كامله فاعل وفاعل ومفعول، تمام؟ طيب في سؤال بيجي اللي هي مثلا تون امي تو دوموند لو سي دي اي سي كوا، وده كتير قوي بشوفه وكتير اتبعت لي. تونامي، طب ما تيجي نكتب عشان تبقى معايا. تونامي يعني صديقك، تون امي، وخلي بالك انا قلت لك صديقك، صديقك انت، ها؟ ابدا ترجم معايا ادوات الملكيه عشان لما نيجي نتكلم عنها كمان شويه تبقى انت معايا من الاول وفولو، يعني فاهم انا بقول ايه. تونامي صديقك. طب لو كانت صاحبتك او صديقتك في الكلاس هزود ا عطون. ايوه عطون، ليه؟ عشان عندي قاعده بتقول لي، افتكر من دلوقتي، ان يا با دو فايل كي سو سويف، مفيش اتنين متحركين بيجوا ورا بعض، فالولد والبنت الاولهم فايل بياخد مذكر، تون نامي صاحبك او تون نامي صديقتك او صاحبتك، داكو؟ يبقى تون نامي بيعمل ايه؟ تو، تو ايه بقى؟ تو دوموند. يعني ايه تو دوموند؟ دوموند يعني يسأل، افتكر. وتو دوموند التو دي عايدة عليك انت، يبقى صاحبك صديقك بيسأل، بيسأل مين؟ بيسأل انت. يبقى السؤال عايد على مين؟ عايد على حضرتك، يبقى مين اللي هيجاوب؟ حضرتك. اوكي، يبقى تون امي تو دوموند صديقك بيسألك. لو سي دي اي سي كوا، يعني ايه سكوا؟ ايوه كده، سكوا يعني ما هذا، يعني ايه، عباره عن ايه يعني، ما هذا ايه بقى السي دي اي؟ لما انت مثلا تقول له وليكن انا على ريكرياسيون او كون جي با دو كور جو في او سي دي اي، في الفسحه لو الفسحه كبيره انا بفضل ان انا ادخل السي دي اي. طب انا صاحبي او صاحبتي مش فاهمين يعني ايه السي دي اي اللي انا بدخلها دي، فبيسالني بتدخل فين؟ يعني ايه اللي انت بتقوله؟
قصدك ايه بالسي دي اي؟ فهبدا اديله ديفينيسيون. ديفينيسيون يعني تعريف، بعرفه يعني ايه سي دي اي. داكور، اتفقت معاك قبل كده. السي دي اي اختصار كل حرف بيعتبر زي بيتيت ابريفياسيون، حرف كل حرف بيمثل كلمه. يبقى السي، الناس اللي حضرتنا قبل كده قلنا انت هنا اصلا هتعمل ايه؟ هتجاوب صح؟ طيب هقول له لو سي دي اي، هنزل بالكلمه سي، يكون يكون ايه بقى؟ السي لو سونتر، والدي، ايوه كده برافو عليكو، انا سامعه اجابات. لو سونتر دو دوكيومون، دي كبيره، تاسيون اي دانفورماسيون. الكلام ده سنتر اللي هي مركز، والدوكيومون اللي هي الوثائق، وانفورماسيون يعني معلومات اسمها اللي هو غرفه الوثائق المتعدده اللي اتكلمنا عنها كذا مره. داكار، يبقى السي دي اي السي سنتر، والدي دوكيومونتاسيون، والاي انفورماسيون. يبقى لما يجي صاحبي يسالني هو انت بتروح فين في الفسحه، اقول له السي دي اي. قال لي يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهم يعني ايه السي دي اي. كاسكو سي لو سي دي اي، سي كوا لو سي دي اي. يبقى انت كده فهمت ايه؟ فهمت ان هو مش عارف. تبدا تعرفه على سي دي اي، ده اختصار لايه؟ كلمه سنتر دو دوكيومونتاسيون وانفورماسيون. داكار، دي من الاسئله اللي بتيجي كتير جدا 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 جدا. طيب حاجات تانية ممكن تيجي، اولها اللي احنا قايلينه حالا دلوقتي، سي كوا وكاسكو سي. سي كوا يعني ما هذا، اللي انا لسه قايله لك عنها حالا، سي كوا ما هذا. طب وكاسكو سي؟ برضو كاسكو سي يعني ما هذا. طب ليه كبيره كده يا مدام؟ هي اسمها كده، كاسكو سي، ما هذا. سي كوا الاختصار بتاعها يعتبر برضو زي ايه يعني، هو ده عباره عن ايه؟ ايه ده؟ داكور. السي دي اي لسه قايلنا حالا، مش هنقولها تاني بقى، انت اللي هتقول. يبقى السي تمام سنتر، والدي دوكيومونتاسيون، والاي انفورماسيون. برافو عليك. طب في ناس كمان جالهم في كتب في اكزرسيسات الاو بي اس، انت بتقول لصاحبك مثلا جي دو كور دو او بي اس، جي دو كور دو او بي اس، عندي اتنين حصه او بي اس. هو مش فاهم يعني ايه او بي اس، بس طبعا لو قلبناها بالانجليزي شويه، في طبعا مدارس بتاخد حصص بي اي، اسمها كده بتنزل حتى في الجدول بي اي. بي اي اللي هي الالعاب، بفرنسي اسمها او وبي واس. طب ايه اختصار الاو بي اس؟ الاو بتاعت ايدوكاسيون، والبي بتاعت كلمه فيزيك، والاس بتاعت كلمه سبورتيف. يبقى ايدوكاسيون تربيه بدنيه ورياضيه. داكور، يبقى او بي اس اختصار الاو جايه من ايدوكاسيون، والبي جايه من فيزيك، والاس جايه من سبورتيف، تربيه بدنيه ورياضيه. عرفنا ايه الاو بي اس؟ عشان في ناس ما كانتش تعرف. طيب حضرتك لما تاخد الامبلوا دي تون ان شاء الله ربنا يسعدكم كده جميعا، وتحاولوا ان شاء الله يعني كتير منكم يتفوق، وممكن يكمل مثلا دراسه بره، ربنا يسهل كده وتروحوا فرنسا وتكملوا. فاللي هيكمل ان شاء الله دراسه ممكن يكون متخصص في الاس في تي. سي كوا لو اس في تي؟ اس جايه من كلمه سيانس اللي هي علوم، والفي جايه من كلمه في، والتي جايه من كلمه تير. يبقى سيانس de la vie et de la terre، علم الأرض والحياة، أو علم الحياة والأرض، أو علم الحياة على الأرض، اللي احنا بنختصرها كلمة بكلمة بيولوجي الأحياء. داكور، فسيانس ده علم احنا بناخد فيه كل التطورات بتاعة الفي اللي هي الحياة على الأرض، وكل الكائنات
اللي ربنا خلقها على الأرض ودورة حياتها وبتاكل ايه وبتعيش فين، كل ما هو متصل بالكائنات الحية على الأرض، فاسمه سيونس دو لا في اي دو لا تير، علم الحياة على الأرض أو علم الحياة بتاعت الأرض. دكار، يبقى الأس جاي من كلمة ايه؟ الناس كلها بتعرف تكتب سيونس. حلو، طب الفي بقى، الفي اختصار كلمة في، في يعني الحياة. الناس كلها بتغني سي لا في، بس مش بتعرف قوي تفصص الكلمات او تطلع كلمة في منها يعني الحياة. يبقى سيونس في، وايه تاني؟ وتار، تار يعني الارض. يبقى سيونس، واحط بقى حروف جر، دو لا في ايه دو لا تير، علم الحياة على الأرض، سيونس دو لا في اي دو لا تير. داكور، مفيش حاجة صعبة إلا يعني لو احنا ما بطلنا ندور. وأعتقد إن البروجرام الجديد والسيستم الجديد للتعليم بيحث الطلبة كلهم على البحث عن المعلومة، هو اللي يدور وهو اللي يتحرك وهو اللي يدخل على الإنترنت وهو اللي يسأل، وعرف مثلا يعني جاب حاجة، عمل ريشيرش على كلمة بيبقى مبسوط، وعمر الكلمة دي ما هتتنسي. لو انت افتكرت كده كم مرة مسكت الديكسيونير، سي كوا لو ديكسيونير؟ ايوه كده، على القاموس. كم مرة مسكت القاموس الفرنسي وطلعت كلمة ما تعرفهاش ودورت عنها بنفسك وكشفت يعني عنها واتعلمتها، ما اعتقدش ابدا ان انت ممكن تنساها، صح؟ نفس الموضوع لو عملت اي ريشيرش، اي بحث عن اي مادة في اي علم، الحاجة اللي انت بتعملها بنفسك يعني ابدا مش هتتنسي، جامي. داكور، وهو ده السيستم التعليم ان شاء الله الجاي اللي احنا بنحاول نطبقه، وبيحاول دكتور الوزير ان هو يعني يساعد الطلبة المصريين ان هم يبقوا على نفس ال ايه نقول البوزيسيون، يعني نفس المستوى لاقرانكم بره في اوروبا وفي امريكا. دكار، نتمنى كلنا ان ولادنا تبقى احسن حد في الدنيا، ولادنا اذكياء جدا 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 جدا، انتوا دماغكم رائعه، بس نشغلها السن علمي، يعني سن علم هتبقوا فذين. دكار، طيب تعال نكمل. في ناس مش عارفة يعني ايه ريكرياسيون، بس في ناس كتيرة جدا عارفة يعني ايه ريكرياسيون، بس جات لها ريكرياسيون ومش عارفة تعمل جملة عليها. ريكرياسيون اللي هي الفسحة. في كان سيتياسيونير يعني موقف، بيقول ان تون سي بار كابا تو دوموند كاسكو تو في على ريكري، فما فهمش يعني ايه ريكري. ريكري اختصار كلمة ريكرياسيون. خلي بالك ان كل البروجرام بتاعنا ده اسمه كلوب باردو، يعني نادي الادوليسان، نادي الشباب، والشباب كله بيحاول ان هو يختصر حاجات كتيره جدا جدا جدا، منها التغم، منها الكلمات، تمام؟ واحنا قلنا عايزين نواكب اقراننا في الخارج وفي كل بقاع الارض، فاحنا كمان لازم نتكلم زيهم. فلا ريكرياسيون هنختصرها ب لا ريكري. يا مدام اكتبها كده في الامتحان؟ اه تكتبها كده في الامتحان، ايه المشكله؟ انت ممكن يجي لك اصلا التكست في الامتحان حد بيتكلم على الجورني سكولار بتاعته، اللي هو النهار المدرسي بتاعه، وبيقول لك مثلا بيتكلم عن عدد الحصص وعدد المواد، وعنده مثلا كنترول، كنترول يعني اكزامان، عنده امتحان في ماده كذا من الساعه كذا للساعه كذا. داكور، و بوندون لا ريكرياسيون اثناء الفسحه بدخل السي دي اي، او جوجو افيك مي كوبان بلعب مع اصحابي، وطبعا عندي الساعه بتاعه الغداء اللي هي دو ميدي ا اون اور، من الساعه 12 للساعه 1 ممكن يقول لك جو ديجون افيك مي كاماراد او سيلف، انا بتغدى مع اصحابي في السيلف اللي هي المطعم المدرسي. داكور، فالسيلف دي اختصار كلمه سيلف سيرفيس، والريكرياسيون ليها اختصار اللي هي ريكري. وممكن يقول لك مثلا باردون بوندون لو كور دي سيونس، اثناء الحصه بتاعت السيونس نو ديسوندون او لاب، لاب اللي هي اختصار لابوراتوار. داكور،
وممكن يقول لك دون ما كلاس في الفصل بتاعي إليا أوردي. أوردي اختصار كلمة أورديناتور. داكور؟ فيا جماعة لازم تبقوا فاهمين انتوا بتذاكروا ايه وبتذاكروا ليه، عشان انتوا تعبروا بوغ سيكسبريمي، عشان تعبروا عن نفسكم بكل وسيلة ممكن. يبقى لا ريكرياسيون هنكتب لها اختصار، اختصارها ايه؟ لا ري كري. داكور؟ الجملة بتاعتك بقى انت ممكن تقول بوندون لا ريكري، نكتب كده جملة صغيرة، يبقى بوندون، بوندون يعني أثناء لا ريكري، أثناء الفسحة جو جو أنا بلعب افيك مي كوبا مع صحابي. داكور؟ طب اورديناتور اختصارها اور دي. ممكن تقول دون ما كلاس في فصلي إليا ان اوردي، او على لا ميزون في المنزل جي ان اوردي، انا عندي كمبيوتر او جهاز حاسب آلي. داكور؟ طب سيلف سيرفيس لسه قايله لك عليها حالا، سيلف سيرفيس اللي هو المطعم المدرسي ده اختصاره لو سيلف، فممكن نقول اميدي، ميدي يعني الساعه 12 الظهر، جو في او سيلف، انا بروح السيلف. يبقى كلمه سيلف سيرفيس بختصرها على طول بايه؟ بلو سيلف. داكور؟ اوعى لما تلاقي كلمه صغيره تتخض او تقلق او تقول انا مش فاهم. مفيش حاجه مش فاهمه، ده اليونيتي بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص، كلها تعتبر يعني بيئه محيطه، الانفيرومون بتاعك سواء كان اوليسي في المدرسه او مثلا في الكلاس بتاع حضرتك في الفصل بتاعك، انت بس تتعلم كلمتين ثلاثه عشان تعبر عن نفسك. كاسكو تو ام اوليسي، بتحب ايه في المدرسه؟ كاسكو تو نيم با اوليسي، ايه اللي مش بتحبه في المدرسه؟ كاسكيليا دون تا كلاس، في ايه في الفصل بتاعك؟ كاسكينيا با دون تا كلاس، في ايه مش موجود في المدرسه بتاعتك او في الكلاس بتاعك؟ طب يا ترى كل اي تون ليسي ايديال؟ كلمه ليسي ايديال يعني المدرسه المثاليه بالنسبه لك، المدرسه المثاليه شكلها ازاي؟ ايه اللي المفروض يكون مثلا موجود في المدرسه المثاليه؟ طب ايه اللي مش موجود عندك في مدرستك ونقص مدرستك علشان توصل انها تكون مدرسه مثاليه؟ كل دي الترم بتاعتك انت، تمام؟ انت اللي خدت مفروض 3 دروس بيتكلموا معاك في كل حاجه تخص المدرسه، من اول ماتير سكولار اللي هي المواد الدراسيه، والامبلوا دي تون اللي هو الجدول المدرسي، وعرفت الساعات، تمام؟ وممكن نعبر عن نفسنا نقول مثلا 12 وربع، 1:30، 2:30، صح؟ وعرفنا التقويم الاوروبي والمصري اللي هي هم ماشيين بسيستم ال 24 اور، يعني انا ما عنديش 2 الظهر بره. لو انا قلت لك انا عندي سيانس، عندي حصه سيانس الساعه 14 بقت كام؟ تمام، 14 بقت 2 الظهر. ليه؟ عشان انا بوصل ان الساعه بتاعتي لحد 12 الظهر، انا ما عنديش 12 بالفرنسي، عندي اميدي، ميدي بتساوي مصري 12 ظهرا. بعد الساعه 12 انا بزود ساعه، داكور؟ يعني انا بالمصري واحده ظهرا، بالفرنساوي اسمها تريزور. الساعه مثلا 4 العصر بالتقويم المصري، مفيش 4 العصر بره، ها؟ يبقى انا هزود 4 ساعات بعد الدوز، يبقى دوز 13، ها 14 15 16، يبقى الساعة 4 العصر بقت الساعة 16. داكار؟ لما اقول انا عندي مثلا ان كور دو تياتر ا 13:30، بقت بالمصري ايه؟ عندي كور دو تياتر، عندي حصة مسرح 13:30، ساعة بالظبط واحدة ونص الظهر، اصبحت تريز بقت واحدة ظهرا، وترونت اللي هي الساعة، مش الساعة 60 دقيقة، 60 مينوت، اقسمها
على 2 بقت ترونت، يبقى ترونت بقت نص ساعة، يبقى الساعة واحدة ونصف، يعني بتتكتب كده او كده. الحاجات دي مهمة قوي قوي ان انت تبقى فاهم الساعة، وممكن حضرتك يجي لك تكست كامل على القرار، قرار اللي هي المواعيد، يعني حد بيتكلم على الانفلاجي توم بتاعته اللي هي جدول بتاع المواعيد بتاعه، وبيقول لك مثلا ان الساعة دوزور كانز، ها هتبقى ايه دوزور كانز؟ يا ترى دوزور بقى بالتقويم المصري ولا التقويم الاوروبي؟ لا، طالما في دوزور كانز يبقى بقى التقويم مصري. لما نقول الحصص عندنا في مصر بتنتهي الساعة 2:15، نقولها، تعالى نيجي نكتبها كده، الحصص اللي هي لكورة، كلمة تنتهي يعني اليوم الدراسي يخلص، اسمها سو تير مين. الحصص لو شلتها احط الضمير الى فيك اس، الى فيك اس مع فيرب سو تيرميني بتاخد او ان تي. عايزين نتكلم، يعني عايزين نراجع على افعال المجموعه الاولى كلها، كل افعال المجموعه الاولى اللي بتخلص في المصدر بالاو والار، ماشي؟ يبقى الحصص شلته وحطيت الى فيك اس، الى فيك اس هقول فيرب اخره او ان تي، الحصص بتنتهي. لازم قبل الساعه يجي لي حرف الجر. عايزه اقول دوزور كانز، ها بقت 2:15. طب انا ممكن اقولها بطريقه تانية اللي هي ايه؟ ا دو زور، طالما حطيت 2 قبل الساعه يبقى لازم احط اس، ا دو زور. عايزه اقول بقى الكنز دي اللي هي كام بالنسبه للساعه؟ مش الساعه قلنا 60 مينوت 60 دقيقه، نصها ترونت 30، ها 30 نصهم كنز، صح؟ يبقى الستين عملناها على 4 يبقى وربع. عايزه اقول دوزور وربع بفرنسي، لما اجي افنط وربع يعني ايه كار، اللي هي و ربع، و كار ايه ربع، ماشي؟ يبقى الايه و والكار ربع، تمام؟ يبقى حضرتك لازم تكون يعني فاهم ساعه كويس جدا، لان هو ممكن يلعب معاك في الاسئله. اي نعم الاسئله بقت سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص، وكلها بقت اختار، بس برضه انت لو مش فاهم مش هتعرف السؤال بيقول ايه. يعني افرض افرض ان هو قال لك مثلا الكور لي كور سو تيرمين ا دوزور كانز، وفي الاختيارات قال لك موان لو كار. ايه موان لو كار دي بقى؟ موان لو كار، دخلنا في شريحه تانية خالص، موان يعني الا، لو كار يعني الا الربع. يعني مثلا مثلا هنقول ترازور 45، ترازور 45، تراز يعني بقت الساعة واحدة، بالمصري الساعة واحدة، الساعة واحدة 45، 45 يعني وثلاث ارباع ساعة جديدة. يعني بدل ما اقول الساعة واحدة 45 دقيقة هقولها بطريقة تانية، هقول الساعة 2 الا ربع، اسهل، صح؟ يبقى هقول هنا بدل ما تبقى الساعة واحدة 45 كده هتساوي الساعة 2 إلا ربع، تمام؟ في ناس لسه بتتلخبط في الساعة، بس يا جماعة الدنيا بسيطة جدا والله، يعني عايزين بس تشتغلوا على نفسكم سنة، وتاخدوا شوية تمارين كويسة، والكتاب عنده يعني اكزرسيسات كتيرة قوي، وشوفوا بارتي ديكزرسيس فان دو ليفر، نهاية الكتاب هتلاقي فيه بارتي كاملة على الاكزرسيسات، تمام؟ والناس اللي بتتلخبط في السي دي اي على فكرة هتلاقي برضو في الكتاب فاش 47 صفحة 47 على ما اذكر، كانت كل الحاجات اللي موجودة في السي دي اي، بوركوا انتر تون او سي دي اي، يعني ليه بوركوا، اسمها لماذا، بوركوا بتروح يعني فاتو، ليه بتروح او سي دي اي. ممكن يقول لي صاحبي بيسالني او انا بسال صاحبي، جو دوموند ا مون امي، جو دوموند ا مون كوبان، انا مثلا البروف بتاع المات ايتابسون اجوردي، بروف المات استاذ المات النهارده غايب، فكاسكون مثلا بو فير، ممكن نعمل ايه؟ ممكن ندخل او سي دي اي،
صاحبي رايح يستأذن ويروح السي دي، فانا هقول له انت رايح السي دي تعمل ايه؟ ها احنا بندخل السي دي نعمل ايه؟ كاس كلية او سي دي اي اصلا؟ ماذا يوجد في السنتر دو دوكيومونتاسيون وانفورماسيون؟ ماذا يوجد في ايه هناك؟ او كاسكو جو بو فير لابا؟ ممكن اعمل ايه هناك؟ ممكن اعمل تمام كونسلتي ان ديكسيونير. تعال نكتبها، كونسلتي ان ديكسيونير يعني استشير قاموس في كلمه. اعمل كونسلتي ان ديكسيونير، تمام. ممكن اعمل ريجاردي ان فيلم، انا ممكن ادخل اشوف فيلم، او ممكن واي نوت، ليه لا، بوركوا با، لما تدخل تشوف فيلم وثائقي مثلا عن حاجه تخص الاستوار، ماده الاستوار، التاريخ بتاعك اللي انت بتدرسه، بدل ما يبقى كله قراءات قراءات وحد قاعد بس بيقرا كتير، تدخل تشوف حاجه زي فيلم وثائقي، حاجه دوكيومنتير، فيلم دوكيومنتير، بوركوا با، ليه لا. طيب ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن تعمل ايكوتي دو ميوزيك، اه طبعا ما فيش ترفيه كله دراسه دراسه، لا ممكن تعمل ايكوتي دو لا ميوزيك، ممكن تدخل تستأذن المدام وتسمع شوية ميوزيك، بوركوا با. ممكن تعمل عندك ريشيرش، عندك بحث مسيو طالبه منك وانت داخل السي دي اي، لقيتها فرصة، البروف بتاعك غايب، دخلت السي دي اي علشان تعمل بحث، محتاج ايه؟ محتاج انترنت، يبقى تعمل سيغ في سيغ انترنت. مش بس كده طبعا، او سي دي اي اليا ديزاتلس، في الاطلس، لو حضرتك مثلا البروف دو جيوغرافي، الاستاذ بتاع ماده الجغرافيا، طلب منك تعمل ديسيني لا كارت دو لاسبانيا، او لا كارت دو لا فرانس، او لا كارت دو نيمبورت كال بيي، استاذ الجغرافيا طلب من حضرتك ترسم الكارت، يعني الخريطه، الخريطه بتاعه الدوله، هتعرف تجيب شكل الخريطه منين غير من الاطلس؟ ف تو انتر او سي دي اي، بتدخل السي دي اي علشان تفتح الاطلس وتشوف الكارت دو بيي وتحاول تقلد وتمشي ايديك وترسم خريطه. داكار؟ ف يونا بلان دو شوز افير او سي دي اي، في حاجات كتيره جدا ممكن اعملها في السي دي اي. داكار؟ طبعا لو انا عندي بروف اتابسون، عندي استاذ غايب، الناس كلها بتفضل تنزل دون لا كور في الحوش، صح؟ او لو في جيمناز، لو في جيمناز او ليسي، كل الشباب بيحب يدخل الجيمناز، صح؟ تمام. طيب تعالى نتكلم على، نرجع تاني على الساعة والانفلا دي تون. الانفلا دي تون بتاعي كان جالي سؤال يخص الانفلا دي تون، السؤال اهو انا كتبته عشان يبقى جاهز علشان نقراه سوا. تو دوموند، انت بتسأل، بتسأل تون سيبر كوبا، صاحبك ال ها سيبر يعني صاحبك اللي على السايبر، اللي هو جنسيته فرنسي، جنسيته فرنساوي، على سون امبلوا دو تون لو فندردي. الولد اللي بعت لي الجمله دي قال لي يا مدام ازاي يعني؟ يعني ايه هسأله عن الامبلوا دو تون لو فندردي؟ ما الفندردي اجازه. فانا قلت له حبيبي لا، انت فاهم الموضوع غلط. مفيش اجازه جمعه من المدارس بره في اوروبا، انت اتلخبطت. اجازه الجمعه بتبقى في مصر والدول العربيه فقط، يوم الجمعه يوم عمل طبيعي جدا، مدارس واشغال في اوروبا وفي امريكا واي حته تانية مش عربيه. اوكي طيب، فهنا تو دوموند ا سون سيبر كوبان، صاحبك اللي على السايبر، بتقول له الامبلوا دو تون بتاعه يوم الجمعه، فطبيعي ان هو كاسكيل دي هيرد عليك يقول لك ايه؟ هيقول لك لو فندردي جي سي كور، يوم الجمعه عندي 6 حصص. فهو جاب لي السؤال وجاب الاجابه وجاي يعني بعتهم لي ومستغرب جدا. فنتمنى لكل الولاد اللي اتلخبطوا برضو لما لقوا كلمه يوم الجمعه، لو سمحتم يا جماعه فرقوا، انا بسال صاحبي الفرنساوي اللي انا بعمل معاه شات سور انترنت، داكور، اللي هو عايش مش في مصر او في اي دوله عربيه، عايش في اوروبا وفي امريكا، تمام، بره مصر والدول العربيه، يوم الجمعه يوم عمل طبيعي جدا جدا جدا، فعادي قوي ان هو يقول لك لو فندردي جي سي كور، ممكن يقول لك لو فندردي جي ان كور دو تياتر، ممكن يقول لك يعني جو في على بيسين ابري لو ليسي،
فما تستغربش ان في مدرسه وفي دراسه. داكور؟ انت بقى. انا مي هنا، انا مي تو دوموند تون امبلوا دو تون لو جودي. هنا صاحبك بيسالك عادي جدا على ال امبلوا دو تون اللي هو جدول دراسي بتاعك، انت عندك ايه كجدول دراسه او كمواعيد. على فكره كلمه امبلوا دو تون تمشي دي وتمشي دي. هقول لك دلوقتي في جمله برضو جات لي بتتكلم على تون امي تو دوموند تون امبلوا دو تون لو ويكند، فبرضه هو مستغرب يعني ايه امبلوا دو تون في الويكند. هو ربط دماغه خلاص على كلمه امبلوا دو تون جدول مواعيد، وجدول مواعيد يبقى مدرسه، ومدرسه يعني حصص، تمام؟ فهو عارف ان الويك اند اجازه. فحته ان انت صاحبك سالك انت يعني عندك ايه امبلوا دو تون بوندون لو ويكند، كان بالنسبه له شك، كان بالنسبه له صدمه. فبرضه الولد مصدوم، قال ازاي يعني انا عندي اجازه اخد جدول مواعيد حصص في الاجازه ليه؟ حبيبي امبلوا دو تون يعني وراك ايه؟ الاجنده بتاعتك، كاسكو تو فا فير، وراك ايه اليوم ده؟ سواء كان ويك اند او مدرسه. اي نعم امبلوا دو تون مرتبطه شويتين بالمدرسه وبالحصص وكده، بس هي ككلمه عامه امبلوا دو تون انت وراك ايه؟ كاسكو تو فا فير، الاجنده بتاعتك، البلان بتاعك ايه في الويك اند؟ فهتقول له والله بوندون الويكند جو في او كلوب، جو فيزيت مي جران بارون، هزور جد ونانا، جو في او كلوب، جو في على بيسين، جو في على بيبياتك، براحتك اعمل اللي انت عايزه في الويكند. وعادي جدا ان انت ترد باكتيفيتي، مفيش مشاكل خالص، جو جو او فوت، جو جو او جو فيديو، اعمل اللي انت عايزه، ده الويك اند بتاعتك ووقت راحتك وانت حر. بس هنا امبلوا دي تون ها يعني اخرج بره الصندوق شويه، وسع مداركك سد، مفيش حاجه اسمها امبلوا دي تون يعني جدول حصص. والجمله مش غلط، انت بعتها لي على انها جمله غلط، لا هي مش غلط. امبلوا دي تون لو ويك اند او لامبلوا دي تون بوندون لو ويك اند، يعني انت وراك ايه؟ هتعمل ايه؟ الاجنده بتاعتك ايه؟ البلان بتاعك ايه؟ خطتك ايه في الويك اند؟ فبراحتك خالص، دي مش جمله غلط. داكار؟ هنا بقى صاحبك بيسالك عادي عن تون امبلوا دي تون لو جودي، يوم الجمعه، سوري يوم الخميس، باردون، لو جودي اللي هو يوم الخميس. طبعا اليوم ده يوم رائع كل الطلبه بتستناه علشان بعديه ويك اند. فكاسكو تو دي ها هنا انا مي تو دوموند سالك، فانت كاسكو تو دي يبقى انت اللي هترد، واتفقنا الرد هيبقى في فراس كومبليت جمله كامله. يبقى هبدا بلو جودي يوم الخميس، انا عندي جي ست كور او سي كور او وي كور، براحتك عدد الحصص بتاعتك يوم الخميس اكتبها. هل كده اجابه كامله؟ طبعا، فاعل وفاعل ومفعول، عايز ايه تاني؟ كده رائع، تاخد درجتين، تاخد درجتين يعني 100 100 من غير اي همسه تتشال منك، تمام. طيب في ايه تاني؟ في هقول لك بقى، احنا اتكلمنا في سيكوا وكاسكو سي، ما هذا وبالشكلين سيكوا وكاسكو سي، صح؟ طيب انت عارف معايا الفرق بين الكل والكل؟ انت عارف في فرق بين الكل المذكر والكل المؤنث، صح؟ الاثنين بمعنى ما او اي، بس دي بسأل بيها عن حاجه مفرد مذكر، وساعات تيجي جمع مذكر، ودي بسأل بيها عن حاجه مفرد مؤنث او جمع مؤنث، صح؟ المفرد المذكر بنعمل كروكي كده كانه ولد، والمفرد المؤنث بنعملها على انها ورده جميله المادموزيلات الحلوين. باردون. طيب انا مثلا بقول لك كل كور امتو، ايه الحصه اللي انت بتحبها؟ حصه ولد ولا بنت؟ مذكر ولا مؤنث؟ تمام، مذكر، يبقى هستخدم ايه؟ هستخدم ما المذكره. طب ممكن تبقى جمع؟ طبعا ممكن تبقى جمع. ايه الحصص؟ كلمة كور آخرها أس، فممكن تمشي الما المفرد أو الما الجمع، كل أو كل، كل كور. بتحب يبقى يا إما أم تو يا إما تو أم، أنت بتحب أو بتحب أنت، الاتنين صح، تمام. طيب ممكن أقول له كمان على إيه؟ أستخدم الكل المؤنثة في إيه؟ المادة اللي أنت بتفضلها، ساعتها هحط كل المؤنث
لو كانت مادة واحدة يبقى كال دوبل ال او، لو مواد كتير يبقى هحط اس على حسب. هنا ماتير بقى اخرها او. وعلى فكرة في فرق كبير بين مفيش حاجة اسمها علامات، في اسمها اكسون، في اكسون ايجو واكسون غاف، هقول لك حالا دلوقتي. يبقى كال ماتير المادة، ولو انا عايزة احط لها اس تبقى مواد، وممكن اقول له برضو انت بتحب عادي جدا. نرجع للاكسون، دايما اكتر اتنين بيقابلونا في الشغل الاكسون تيجو والاكسون جراف. اكسون ايجو دي اول ما الاقيها على الكلمه كاني بالظبط بسمع الصوت ايه اول حرف انجلش داكور. طيب والكلمه الاو عليها اكسون يعني عكس شويه اسمها جراف، جراف كاني بعمل مد. ماشي، دول في تطور اللغه طبعا من اللاتيني الى حاجات كتير حصلت تطورات، ففي حروف اندثرت راحت خالص كانت صعبه باللاتيني، وعوضنا عنهم بحاجه اسمها اكسون عشان نسمع شويه فونيتيك ونسمع صوتيات. فهنا الاو عليها اكسون تيجو دي كده اسمها اكسون ايجو. الايجو تديني الصوت ايه انجلش، اول حرف انجليزي دكار. وهنا بسمع اكسون جراف كان بالظبط بعمل ايه، بعمل مد بالعربي ايه دكار. عندي بقى كلمه مهمه جدا بتيجي كتير قوي 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 فيها الكلمتين او فيها الحرفين، فيها الحرف اللي يعني حرف الاو عليه اكسون ايجو وكمان حرف الاو عليه اكسون جراف. دي كلمه ايه؟ دي كلمه ايلاف، ايلاف تلميذ، فيها الحرفين، فيها الاو عليه اكسون ايجو سمعت الصوت ده ايه، وبعد كده فيها الاو عليها الاكسون جراف سمعت الصوت ده بقت ايلاف. وطبعا في الاو العاديه جدا اخر الكلمه، ففي ثلاثة او كل واحدة منها بصوت ا لا ف داكور. محدش يقول لي علامة، دي اسمها اكسون، اكسون كده اجو كده غاف داكور. ولما يعني مرة جاية كده اقول لك ايه بقى السيركونفلكس التالتة بتاعته. طيب نرجع للشغل بتاعنا، كان في حد قال لي ريبون au mail suivant par trois phrases complètes. Réponds au mail. في حد كان بعت لي ميل عشان انا اجاوب عليه، فقلت داكور انا هبعت لكم، انا هنكتب هنا مع بعض يعني هنستعرض الميل ونشوف هنرد على صاحبنا ده بايه. قال لي réponds au mail suivant، جاوب على الميل الاتي par trois phrases complètes بثلاث جمل كامله. Salut Thomas. طبعا سالو ده انا ببدا بيها. Il y a combien de classes dans ton lycée? Il y a combien de classes dans ton lycée? يعني بيسألوا أول سؤال على بالضبط عدد الفصول اللي في مدرسته. طب combien d'élèves il y a dans ta classe؟ بعد كده سأل على عدد التلاميذ اللي موجودين جوه الفصل. وبعدين قال لي comment est ta classe؟ هو فصلك ده شكله ازاي؟ عامل ازاي؟ عبارة عن ايه؟ فصاحب كل بعت لي المال ده قال يا مدام هو ممكن اسال بكمبيان مرتين، يعني كم عدد الفصول في مدرستك، كم تلميذ في فصلك؟ طب ايه المشكله؟ طب ما هو ممكن يقول لك كاسكو تو ام دون تون ليسي، كاسكو تو ام دون تا كلاس، وكاسكو تو نيم با مثلا في واحد منهم، يبقى بوركوا با، ايه المشكله؟ طيب وقال له هنا سيا وادل، ماشي يعني عادل هو اللي باعد لتوما وقال له سأله شوية الأسئلة دول. طب هنجاوب بقى نقول له إيه بقى لما نيجي نجاوب على المال هنعمل إيه؟ تمام، هنبدأ بإيه؟ هنبدأ ب سالو أدل، لأن توما هيرد يبقى سالو أدل. أبدأ الجملة الأولى
أول سؤال كان فيه كام فصل في مدرستك؟ يبقى هقول له في مون ليسي، في مدرستي. إل يا يوجد. لو مدرسة صغيرة هتبقى مثلا حوالي 15 كلاس، لو مدرسة متوسطة هتبقى حوالي 25 كلاس، لو مدرسة كبيرة ممكن نقول من 50 إلى أكتر. داكور؟ فأنت براحتك بقى. يبقى في مدرستي على حسب بقى، دي لو صغيرة 15 كلاس، متوسطة يبقى 25، لو مدرسة كبيرة يبقى نقول إيه 50 كلاس. دي أول جملة. الجملة الثانية، كومبيان ديلاف بقى، يوجد كام حد في فصلك، كام تلميذ؟ يبقى هقول له في فصلي، يبقى دون ما كلاس إليا يوجد. طبعا في المتوسط دلوقتي يعني الحمد لله عندنا أغلب المدارس عادي وتجريبي وحاجات كتيرة فيها الكثافة تبدأ من 45 وانت طالع يعني. داكار؟ على الله يعين المدرسين والله. يبقى دون ما كلاس إليا 48 إليف، في على الأقل 48، من 45 ل 48 تلميذ، ده الإفكتيف النورمال في مصر. طيب كما إتا كلاس، فصلك عامل إزاي؟ فصلي كبير يعني جراند، فصلي صغير بتيت، فصلي نظيف بروبر، فصلي إيديال، فصلي مثالي، في كل حاجة نفسي فيها كتلميذ عندي في الكلاس. طب يا ترى الكلاس الإيديال بيبقى شكله إزاي؟ هيبقى فيه طبعا دي شاز ودي بون وامبيرو وتي ان اي وسكلات وارلج وجلاب تيرستر، صح؟ ايه اللي انا قلته ده؟ الفصل المثالي اللي كل الولاد بتحلم بيه. طبعا بسكات جميله، مقاعد نظيفه، تي ان اي سبوره تفاعليه رقميه عشان تدخلني على طول على الانترنت وتعرض لي الحاجه بتاعت البيولوجي والفيزيك والمات والعربي واللغات بطريقه ممتعه. فيها بيغو بور لو بروف، مكتب للاستاذ. في طبعا شاز بور لو بروف، مكتب بكرسي للساده الاساتذه. وعندي سكلات اللي هو الهيكل العظمي جوه الكلاس، وعندي كمان جلاب تيرستر اللي هو الكوره الارضيه اللي بتشرح لي عليها الجيوغرافي دو موند، جغرافيه العالم. وفي ارلوج بيحدد لي المواعيد بتاعت الحصص، حصه تبدا كذا تخلص كذا. دكار؟ طب هل حضرتك، وطبعا يكون بروبر ويكون جراند، يكون نظيف ويكون كبير، هل ممكن كتلميذ تحلم باكتر من كده؟ اعتقد دي الكلاس المثالي لكل تلميذ. وبرضه في انتظار تعليقاتكم، يعني هتردوا عليا هتقولوا لي الفصل المثالي من وجهة نظرك هيبقى عامل ازاي، نفسك في ايه عشان تقعد في فصل مثالي، تبقى مدرستك مثالية. تمام. طيب ممكن اقول له هنا بقى فصلي ما كلاس ايه، يا اما بتيت صغير يا اما جراند. هو ممكن يكون جراوند كلاس بس بالكثافة الاوفر هتحس ان هو صغير لانكم كلكم يعني متكدسين فيه. تمام. وممكن نقول بروبر كلاس، بروبر فصل نظيف، وطبعا برضو بالكثافة الاوفر دي مع الالتيتيود اللي مش قد كده ممكن تقعد في بيئة مش لطيفة يعني. فاحنا والله بنحاول، احنا عايزين نحسن لكم البيئة التعليمية على قد ما نقدر، بس ساعدونا بس. تمام. طيب قلت لك ان انا هتكلم معاك في الادجكتيف بوسيسيف اللي هي صفات الملكيه. صفات الملكيه ناس كتيره جدا مش هقول بتتلخبط، هقول لك يعني بتخاف، تخاف تغلط فيها. ليه؟ ادجكتيف بوسيسيف، صفات الملكيه. صفات الملكية دي دايما بتعود على ضمائر الفاعل، ضمير الفاعل اول واحد واهم واحد اللي هو جو، اللي هو دايما انا. داكور؟ انا ليا ثلاثة صفات ملكية انا بستخدمهم علشان اعبر بيهم عن ملكيتي لحاجات، مفرد مذكر ومفرد مؤنث وجمع.
يعني عايزه اقول كتابي هقول ايه؟ مون ليفر. عايزه اقول مدرستي يبقى مون ليسي. عايزه اقول اختي يبقى ما سير. عايزه اقول صحابي يبقى ميزامي. دي بتلخبطكم شويه، بس لو حفظت ان المو هيبقى بعديها مذكر والما مؤنث والمي جمع هتستريح. في بقى حاجه صغننه كده اللي انا لسه قايلها حالا دلوقتي، عايزه اقول صاحبتي الفرنسويه. صاحبتي الفرنسويه كلمه صديقه اسمها هي امي، بس هزود او، يبقى كده بقت صاحبتي. مون امي، مون امي فرانسيز، مون امي ايطاليان، صديقه من اي جنسيه. كلمه صديقه اولها فويل واخرها طبعا صديقه مؤنثه. ما ينفعش احط ما، هو الصح ان انا احط ما، بس ما امي بايخه جدا. وفي قاعده بتقول لي ان يا با دو دو فويل كي سو سويف، مفيش اتنين متحركين يجوا ورا بعض. طب ايه العمل ساعتها؟ قال لي العمل ان انا هشيل الماضي خالص وهحط المان مذكر قصاد كل كلمه مفرد مؤنث اولها متحرك. ده علشان يعني ايه نتلافى البرونسياسيون اللي مش لطيفه. تعرف ان فرنسي لغه تعتمد اكتر على الفونيتيك والصوتيات. ما امي تقيله، مون امي اسهل. مون امي صديقي، مون امي صديقتي. تمام. طب ايه تاني؟ عايزه اقول مدرستي، مدرسه ايكول، هقول ما ايكول بايخه، انما مون ايكول لطيفه. ان شاء الله هتكبر كمان سنتين وتدخل الجامعه يونيفرسيتي، هتقول جامعتي. هتقول ما يونيفرسيتي ولا مون يونيفرسيتي؟ مون يونيفرسيتي. يبقى احنا كده بنحط في زون لو بوان، بناخد بالنا وبنحط خط تحت الايه بقى؟ ان صفات الملكيه مون مذكر. تمام. بس مون للكلمات المذكر ده طبيعي. ايه اللي مش طبيعي بقى او الجديد او المخالف للقاعده؟ ان المو كمان هتسبق كل مفرد مؤنث اوله متحرك. داكا. يبقى مون ليفر ومون نامي. قيس على كده كل صفات الملكيه، وهنتكلم اكتر المره الجايه. اتمنى تكونوا استفدتوا كلكم معايا، واي حد عنده اي سؤال من فضلكم ما تترددوش ابعتولي على صفحتنا على الفيسبوك اصدقاء سر التفوق. ميرسي، اوفوار، بون جورنيه.